مساء الخير، برحب بكل مشاهدي ال بي 2، اهلا وسهلا فيكم بسحب جديد لللوتو اللبناني. سحب رقم 1984 لتاريخ اليوم الخميس 3 اذار 2022. كل اثنين وخميس في عندكم فرصه للربح مع اللوتو اللبناني. جوائز عديده بانتظاركم، عليكم بس تكونوا اخذين بالقليله شبكه واحده حقها 3000 ليره لحتى تفوتوا بفرصه ربح المليارات النقديه مع اللوتو اللبناني. خلوني اقول لكم لليله كيف الجوائز موزعين. مرتبة أولى قيمتها فوق المليار ليرة نقدي، وتحديدا 1,067,783,551 ليرة لبنانية. بالنسبة للمرتبة الثانية في عليها تراكم، بما أنه مع من ربحت السحب الماضي، قيمة التراكم 442,127,164 ليرة لبنانية، وبتكون قيمة الجائزة حوالي 600 مليون ليرة. أما بالنسبة لزيد اليوم السحب عادي، وقيمة الجائزة 47,354,538 ليرة لبنانية. بالتوفيق لكل حدا مشترك معنا بسحب الليلة. أنا بتمنى أنكم تربحوا معنا اليوم مبلغ كتير كبير من اللوتو. قبل ما نبدأ ونشوف شو رح تختار المكنة من أرقام رابحة، بدنا نرحب أنا وياكم بعضو لجنة الرقابة ومندوبة وزارة المالية موجودة معنا الليلة، مدام كريستال نعمطلة. مساء الخير كريستال. مساء النور، كيفك؟ الحمد لله. رح نبدأ أنا وياكي فورا مع اللوتو. إلى المكنة. هي 42 طابة نزلوا بالمكنة، رح ينخلطوا مباشرة قدامكن على الهواء. أول طابة 26، طابة تانية 19، الطابة الثالثة 14، الطابة الرابعة 22، 14 19 22 26. الطابة الخامسة 3، 4 34، الطابة السابعة الإضافية المخصصة للجائزة الثانية رح تحمل رقم 39. اكتملت سري اللوتو لليلة. هودا هن الأرقام يلي اخترتن مكنة اللوتو، على أمل أنه أكبر عدد منكن يكون مختار هودا الأرقام أو العشوائي اختار لكم ياهن مش غلط. رح نتابع هلأ أنا وياكن مع سحب زيد، وإلى مكنة زيد. زيد بيحمل نفس رقم السحب 1984. منبلش مع أول طابة وبتحمل الرقم 9، الطابة الثانية 5، اثنين، ثلاثة، بقى عنا الرقم 1 لحتى تكتمل سري زيد، وهو 1 1 3 2 5 9. هيدا الرقم الرابح لزيد لليلة، موجود بأعلى شبكاتكم رقم. إذا استيقب هيدا الرقم يلي بالمكنة ودافعين 1000 ليرة زيادة، رح تربحوا معنا جايزة قيمتها بال 40 مليون نقدة مع زيد. شفنا أنا وياكم أرقام اللوتو، شفنا رقم زيد، رح ناخذ بريك قصير وبنرجع لكم مع النتائج كلها، لاقونا. رجعنا
ضلينا معكم لحتى نتابع القسم الثاني من حلقتنا لليله وصار وقت النتائج. قبل ما نعلن عن نتيجه سحب الليله بدنا نقول مبروك لرابح ربح معنا بالسحب الماضي 1983 كان رقمه، ربح معنا بالمرتبه الاولى استاذ محمود حمراء، الف مبروك لك، كانت قيمه الجائزه 2,611 مليون. ان شاء الله اليوم كمان عم نقول مبروك لرابح بالمرتبه الاولى او بالمرتبه الثانيه. هلا رح نرجع انا وياكم نتاكد من الارقام الرابحه لللوتو مع مدام كريستال، تفضلي كريستال. سحب لوتو رقم 1984 لنهار الخميس 3 اذار 2022. الارقام الرابحه هن 26 19 14 22 3 34 والطابة السبعة الإضافية للمرتبة الثانية 39. شكرا لك كريستال. إلى تابلو اللوتو، هل رح نقول الليلة مبروك؟ بالمرتبة الأولى ما في رابح، بالمرتبة الثانية ألف مبروك، في شبكة واحدة بتربح لحالها 638 مليون ليرة، بالمرتبة الثالثة في 33 شبكة كل شبكة منهم بتربح 3,057,000 ليرة، بالمرتبة الرابعة في 1,478 شبكة كل شبكة منهم بتربح 68,000 ليرة، وبالمرتبة الخامسة في 21,509 شبكات كل شبكة منهم بتربح 12,000 ليرة. بدي اقول الف مبروك للشخص اللي ربح معنا بالمرتبه الثانيه، كثير حلو الواحد يربح لوحده هيك مبلغ حرزين خصوصي بهالاوضاع. الجائزه الثانيه ربحت من مكتبه هيدا موس ببرج حمود، ان شاء الله تكون عم تحضرنا مباشره على الهواء. هلا رح نرجع انا وياكم ننتقل لسحب زيد لنشوف التابلو، ولكن قبل بدنا نتاكد من الرقم الرابح، تفضلي مدام كريستال. سحب زيد رقم 1984 لنهار الخميس 3 اذار 2022، حمل رقم 13,259. 13,259، هالرقم موجود بشبكة حدا منكم؟ منشوف أنا وياكم بالتابلو. زيد مرتبة أولى، ما في مرتبة أولى لليلة، كل شبكة بتنتهي ب 3,2,5,9 بتربح 450,000 ليرة، كل شبكة بتنتهي ب 2,5,9 بتربح 45,000 ليرة، وكل شبكة بتنتهي ب 5,9 بتربح 4,000 ليرة، ألف مبروك لكل يلي رابحين بزيد. هلا بما إنه ما كان في عنا مرتبة أولى وكمان زيد من ربح، بدنا نشوف بالنسبة للأسبوع اللي جاي قد إيه رح بيكونوا الجوائز مع مدام كريستال. مرتبة أولى كريستال حوالي 1,450 مليون، وبالنسبة للمرتبة الثانية حوالي 200 مليون، وزيد وتزيد 75 مليون سحب سبيسيال. شكرا لحضورك معنا الليلة. إذا مشاهدينا هودي هن جوائز اللوتو لسحب التنين، كتروا شبكاتكم، ما حدا بيعرف يمكن التنين تنقش معكم وتصيروا ملياردير مع اللوتو اللبناني. فيكم تلعبوا من جميع نقاط بيع ألعاب لليبانيز دي جو أو أونلاين www.lldj.com أو الأبلكيشن LLDJ، وطبعا الطريقة التقليدية الـ SMS على 10 20. إلى اللقاء.